قاعد اطقطق على تشيس تمبو واشوف الاوبننج اكسبلورر. عندي اي 4 سي 5 اكثر خطوه لعبت بعدها الاي 5 بعد الاي 6 بعد السي 6 دي 6 طبعا تبدا تقل الاقيام مع الخطوات الاقل شهره وكل موقع عنده عدد الاقيام الملعوبه في بوزيشن معين. يعني تشيس تمبو كم معطي 451 الف السي 5 اول خطوه للعب الاسود. هنا نايت اف 3 اشهر شيء بعدها نايت سي 3 انها غريبه شوي. نايت سي 3 في ذا البوزيشن اكورد وش يبي يلعب وراها. في بعد يلعب دي 4 على طول ياخذ بالكوين ويمكن يلعب نايت سي 3 هنا دي 4 سي تيك دي 4 يلعب سي 3 ايوه سميث مورا سميث مورا جامبت لكن نايت تو اف 3 اشهر شيء على سبيل المثال. بعدين شوفوا شوفوا الخطوات هذه جيم واحد اللعب نايت اي 6 واحد لاعب اتش 5 واحد لاعب اف 6 واحد لاعب سي 4 مضحي بالجندي طبعا كلها بلندرز الا يمكن نايت اي 6 بس غبيه جدا. يعني فيه الدي 6 اشهر شيء اللعب في الاي 6 في نايت سي 6 على طول في جي 6 على طول دراجون في اي 6 من الان في نايت اف 6 بس يرجع الترانسبوزيشن يعني بين نايت اف 6 ودي 6 دي 6 الان دي 4 سي تيكس دي 4 نايت تيكس دي 4 في كوين تيكس دي 4 ملعوبة بس قليلة 6000 جيم مقابل 105000 نايت تيكس دي 4 والان في نايت اف 6 اشهر شيء في اي 6 من الان في نايت سي 6 بس تبدا الاقيام تقل لكن نايت اف 6 من الان مطلوبة. نايت سي 3 اي 6 ولا اي 6 لا اي 6 66 تقريبا 67 الف جيم بعدها نايت سي 6 بعدها جي 6 بعدها اي 6 في بيشوب دي 7 في ناس لاعبين بيشوب دي 7 في ناس لاعبين اي 5 على طول. اي 5 بيشوب دي 5 دي 7 بيشوب تيكس دي 7 كوين تيكس دي 7 نايت اف 5 هنا اي 6 اكثر لعبه لعبت جي 6 معروفه نايت سي 6 على طول في بيشوب سي 4 بيشوب جي 5 بيشوب اي 2 اي 6 تمنع بيشوب دي 5 بيشوب اي 3 انجلش اتاك هنا
E5 ولا E6. طبعا احنا كنا ندرس الاي 6 بينما الاي 5 كانت اللعب. سعلاف 600 مرة اي 6 و اي 5 في نايت جي 4 بس نايت جي 4 اقل. اي 5 على طول وقلنا نايت اف 5 هنا غلطة انك تاخذ بالبشب على طول او تقدم دي 5. في نايت دي اي 2 لكن نايت 2 حتى نايت اف 3 ملعوبة بس اعتقد اللي يلعبون نايت اف 3 ناسين الخطوة الصح. نايت بي 3 بيشوب اي 6 على طول بدل بيشوب اي 7 وهنا فيها الاف 3 ذكرناها وذكرنا كوين دي 2 اتش 3 بدل اف 3 اف 4 على طول عجيبة. هنا اللاعب الابيض فاز 43%، اللاعب الاسود 32%، التعادل 32%، اللاعب الاسود 25%. فا اف 3 في النايت بي دي 7 في البيشوب اي 7 في الاتش 5 في النايت سي 6 بي 5 دي 5 كوين سي 7 كلها هنا متساوية. الاتش 5 والنايت بي دي 7 والبيشوب اي 7 طبعا الاتش 5 واضح ليه يبي يلعب اتش 5 هنا عشان يمنع الجي 4 ياخذ في بيشوب في نايت فيبطئ حركة اللاعب الابيض يمكن يضطر يلعب اعتقد اتش 3 بعدين جي 4 ولا روك ولا بيشوب ف لكن بيشوب اي 7 مش فرص الفوز في ال H5 فرص فوزها اكثر. ده في كوين دي 2 نايت دي 5 بيشوب اي 2 هذه طريقة حلوة تعرفون مو بس تعرفون اكثر الاقيام اللي لعبت في الخطوة ذي ولا تعرفون كم نسب فوزهم لكن تعرفون طبيعة الانسان طبيعة العقل البشري كيف يتعامل مع الخطوات وكيف يلعب. يعني فرصة ضعيفة انكم تلعبون مع شخص نادر ويلعب لكم شيء ذكي او يطلع من بوزيشن سيء. فيها الـ H5 هنا نايت بي دي 7 خلونا نقول شيء كونسرفاتيف بيشوب اي 7 كوين دي 2 ولا جي 4 حتى النايت دي 5 الان ملعوبه بس ليش يلعب نايت دي 5 يعني عشان يحط جندي على دي 5 تجي بي 5 نايت بي دي 7 نايت بي 6 يهاجم الدي 5 مع نايت اف 6 هو بيلعب جي 4 جي 5 كوين دي 2 الأسود يبيت أكثر شيء نايت بي دي 7 اتش 5 كوين سي 7 لا نايت بي دي 7 أبيض يبيت طويل بي 5 كلها معقولة كلها بشرية سلام. فرص اللاعب الأبيض بدأت تزيد عندك كينج بي 1 وجي 4 بيت لا صعب التبيت نايت بي 6 جي 5 ما في بي 4 هنا صح
بيفور بيفور نايت، لا بيفور نايت اي 2 ولا نايت بي 1، اعتقد نايت بي 1 لو بيفور، بس بيفور تيكس على الاي 7، تيكس على الدي 2 كش، لا لحظة بي 4 بيشوب تيكس نايت، بون تيكس نايت، بيشوب تيكس كوين، بون تيكس كوين، روك تيكس، بيشوب تيكس اي 7، كينج تيكس، بون تيكس نايت. نايت اف دي 7 طيب، لا نايت دي 5 الان، وين الاتش 4؟ اتش 4 ابغى بيشوب اتش 3، روك اتش 3 دبل روك اتش 5 ممكن، هذا الجيم استمر كذا. الجيم فاز فيه اللاعب الأبيض. الله 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 الله. الجيم هذا الظاهر فيه بلندرات واجد. كينج اف 8 6 بون تيكس جي 6 بون تيكس، لا 8 6، كينج اف 8 تشيك، لا كينج اف 8 روك كوين تيكس روك، كينج جي 8 ميت. ايه في بلندرات واجد بس ما عليه، كويس الجيم. فبس هذه جولة على كيف تستخدمون تشيس تيمبو لل تشوفون كيف الفاريشنز التفريعات على اي خطوة. انا مثلا بديت بإي 4 سي 5، قبل شوي بديت بنايت اف 3 كنت ابغى اشوف الريتي ولعب اف 5 لاني كنت اشوف جيم لكرامنك لفلاديمير كرامنك، ما بتشوفونه جيم فلاديمير كرامنك في 1997 98 لعب ضد واحد، لعب له الداتش، ف اعتقد هنا الجيم ايوه هذا الجيم. كيف السيت اب؟ دي 6 قبل جي 6، دي 4 جي 6 تعتبر خطوة مهمة لجي 6 الآن في البوزيشن هذا، مع انه الداقن الله ضعيف. بعدين الأسود لعب كوين اي 8 سي 4، الاي 4 ضعيف خلاص، ضعيف جدا الاي 4. روكي 1 نايت دي 2 ولا نايت سي 3 اي 4 يا دوب بيت نايت سي 3 كوين اي 8، هو يبي يلعب الاي 5 هذه معروفه في الداتش، دي 5 نايت اي 6 شب دي 7 دي 4 امبسانت
في ام بي 3 شايفين داقن وكيف ضعيف بيضطر يلعب اي 6 بس مو الحين اكيد ليش لان النايت يبغى يطلع على الاي 4 صح ايوه يهاجم النايت هنا بيشوب بي 2 جاهز يكسر افيال ويفتح 2 داقن على الملك بس اهم شيء ما تروح قطع واجد نايت تيكس الان ما ياخذ النايت عفوا بعد البيشوب تيكس ما ياخذ ما ياخذ البيشوب يلعب سي 5 بكش يبي يقدم الاي 6 بعدين اخذ هنا قدم للجندي ضحاب لان في وزير وفيل بس يبغى ما يبغى الفيل هنا على الداقن وهذا عشان الوتر هذا عشان ما يكسر فيه الفيل الابيض اخذ نايت تو اي 5 الان لو يرجع الفيل ياخذه بالنايت اعتقد روكي 1 يبعد عن البن يبغى يقدم الجندي الان عنده قلعتين وزير نايت فيل ما عاد يبغى يكسر اكثر ليش عشان هجومه يكتمل بي 6 اي 4 نايت تو سي 7 تيكس الان ضعيفين الجنود دولي كوين اي 3 8 6 كوين جي 6 الروك على الدياجون وهذا تبي تيجي على الدي 7 اذا الله كتب الفيل هذا يتحرك السي 6 ضعيف على الوزير ما ادري اذا جي 4 ممكنه ثاني شيء يجي بيشوب اي 4 ما ادري انا ليه ما في كوين اف 6 روك جي 7 بعدين كوين اي 7 بيشوب سي 6 الان تحرك الوزير ياخذ الفيل ناخذ بالحصان قلعه وزير الان القلعه جت على الجي 4 ليش ما يقدر ياخذ بالوزير لازم ياخذ بالنايت وين يروح الوزير وهذه تضحيه حلوه بالقلعه يعني ياكلها خذها الفيل اخذ فالفيل في قلعه بس الداقن هذا خطير الاسود الان روك دي 6 تهاجم الفيل وتهاجم الجندي هذا اتاك طبعا النايت لازال يحمي الاي 6 مع الوزير فالفيل يتراجع نايت تو اتش 6 روكسي 8 طار الجندي دي 7 اللاعب اذا حاول يدافع عن قطع واجد معناته ما عنده كوردينيشن ما عنده التنسيق هجم القلعة طبعا الان بدا شوي عنده كوردينيشن الاسود بالفورك طبعا شفتوها ما ياخذ بالقلعة ياخذ بالنايت عشان يعزز مكان النايت اي 4 واو يبغى هذا ويبغى هذا خلاص هذا رايح مع القلعة على اي 1 الجندي قلعة هاجم الحصان بينتهي الجيم الان نايت تو بي 4 غلطة بلندر ما ادري وين الحل يعني ما في حل الا نايت سي 7 او نايت اي 7 بس عليه هجوم من القلعة ف لما راح نايت بي 4 ما ادري بعد عن نايت سي 3 ممكن ولا لا بس نايت بي 4 جاه قلعة تضرب قطعتين هاجم القلعة القلعة راحت على البي ما راحت حتى على السي لو راحت على السي ممكن ينقذ الموقف بنايت دي 4 تهاجم هنا فباقي قلعة واحدة تهاجم الآن لو يروح لنايت دي 4 عادي روك تيكس ليش لأنه بياخذ حصان وفيل في قلعة مكسب فبس هذا هذا لأني كنت أراجع الأوبننج حق الشكل هذا من الجيم
الشكل هذا من الجيم انا كنت يعني مستغرب منه. دي 4 جي 6 سي 4 الشكل هذا من الجيم مفتوح وعنيف وفي تكتيكات وفي، بس حبيت اوريكم البروسيس حقي في اني ابحث عن الاوبننج عبر تشيس تمبل.